الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يناقشان الرد على قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ودعوة لإقامة صلاة الغائب على روح الصحفي السعودي جمال خاشقجي في المسجد النبوي وكل مكان بعد فقدان الأمل في العثور على جثته. ولأول مرة منذ مقتل خاشقجي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في زيارة علنية إلى السعودية. ونشطاء فرنسيون يضعون اسم جمال خاشقجي على لافتة شارع السفارة السعودية في باريس. القنصل العتيبي الشاهد الهارب ظهر مكذبا واقعة قتل خاشقجي ثم هرب قبل اعتراف السعودية بالجريمة. والمسائية تفتح ملف مصير أميرين سعوديين مختفيين قسريا، حيث تبدي أسرتهما تخوفها على حياتهما على خلفية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو يتدخل لدى السلطات بالرياض للاستفسار عن مصيرهما. وفي الملف المصري نتابع إدراج أسماء 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات. واستدعاء المهندس يحيى عبد الهادي المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية للتحقيق معه في نيابة مدينة نصر بعد نشره مقالا ينتقد سياسات السيسي. كادت كلمات الرئيس عن ثورة يناير تتطابق مع كلمات وزير داخلية مبارك المداني بالاختلاس. بدا فخامته وكأنه يزيح عن صدره مشاعر مكبوتة اجتهد لإخفائها من قبل مع أنها لم تكن خافية بالمرة. المواطن الحر هو أفضل للدولة وأصدق للدولة من المواطن المطيع خوفا ورغبة، فكل ما نقوله هو محبة في الوطن وليس ضد الوطن. الديمقراطية هي الحل لهذه الجمهوريات البائسة. قال مسؤول بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بحث الرد على قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأضاف المسؤول أن المناقشة جرت خلال عشاء أمس السبت مع رؤساء الدول المجتمعين في باريس لإحياء الذكرى المئوية لاتفاق الهدنة والذي أنهى الحرب العالمية الأولى. وفي وقت سابق اتفق الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في لقائهما بباريس على ضرورة تقديم السلطات السعودية معلومات كاملة عن مقتل خاشقجي. وكان أردوغان قد قال أمس السبت إن تركيا أسمعت مسؤولين في السعودية ودول غربية منها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا تسجيلات صوتية متعلقة بمقتل خاشقجي. في حين دعت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي دعت جموع المسلمين لإقامة صلاة الغائب على روحه في عموم مساجد العالم الإسلامي بعد صلاة الجمعة القادمة. وخصت خديجة في دعوتها المسلمين في المسجد النبوي بالمدينة المنورة حيث ولد خاشقجي وأوصى بأن يدفن وذلك لأداء صلاة الغائب على روحه. من جانبه قال رئيس جمعية بيت الإعلاميين العرب في تركيا توران كاشولاجي قال إنه تقرر أداء صلاة الغائب على روح خاشقجي في مسجد الفاتح في اسطنبول يوم الجمعة القادم وذلك بعد فقدان الأمل في العثور على جثته. ويشارك في الصلاة عدد من المسؤولين مع حضور كبير من قبل العرب والأتراك.
دعونا نتحول مرة أخرى لجانب من حفلة بينا الصحفي السعودي جمال خاشقجي والذي يقام الآن في مدينة اسطنبول التركية. أستاذ عبد الرحمن يوسف من أصدقاء جمال خاشقجي، فليتفضل لإلقاء كلمة. هذا الرزين المطمئن، رثاء شهيد القلم الأستاذ جمال خاشقجي. برد خريفي على اسطنبول، وحديث عشاق يطول، وكيف ليس يطول. ولرعشة البسفور في فصل الخريف حكاية يصغي لها العشاق في خلواتهم، يبكي لها العباد في صلواتهم. لا شيء في فصل الخريف يخيف هاتيك النوارس، كل شيء مطمئن، والخطى محسوبة مكتوبة، والأمنيات على طريق وصول. الشمس في كبد السماء، وغيمة تهب المشاة ظلالها، وكأنها وقف من الأوقاف في اسطنبول من أعيانها القدماء. في كل زاوية بهذه الأرض تلقى غيمة موقوفة، أو عين ماء أو ظلال سماء. برد خريفي يداعب ريشة الشعراء وهي تصور اسطنبول، هل يدرك الشعراء ماذا في الظلام يجول؟ لا يستطيع الشعر حين يواجه المقتول قاتله يصور ما جرى. لا تستطيع قصيدة أن تشرح الألم الذي ذاقته كل خلية في قلب إنسان جريمته ارتكاب العشق للأوطان. أوطاننا تلك التي لعنت بفضل قيادة الخصيان. يا أيها الحكم الذي يبدو لنا كلبا يلاحقنا ليعقرنا بسطوته وحاجتنا إليه، يا أيها العهد المحنط في زعيم نرجسي ورث النقص الحقير لوالديه، يا أيها الوطن الذي ما زلت أعشقه فيشقيني، أجري لأحضنه فيرميني، قلبي يقربه فيقصيني، أهدي له عمري فينفيني. يا أيها الوطن المفدى رغم كل الرابضين على العروش كلاب صيد، كسرت في عشقي إلى عينيك قيدا بعد قيد بعد قيد. لا يستطيع الشعر حتما أن يصور ما جرى. دخل الرزين المطمئن إلى مكان يرفع العلم المفدى، في غرفة جدرانها قد حملت وجه الغلام، وجه الغلام المستبد ومن ذويه أبا وجدا. دخل الرزين المطمئن لغرفة الإعدام دون تردد، ولعله صرف الهواجس قائلا: أأشك في وطني؟
ولعله صرف الهواجس قائلا: أأشك في وطني وما علم الذي ليلا أعد؟ لو كان يعلم هل ترى كان استعد. صور الطغاة على الجدار كأنها صنم تزين للعبيد ليعبدوه، لو تنطق الجدران لانهدمت تطهر ذاتها من ذي الوجوه، لو تنطق الجدران لانتفضت تئن، أو ربما صرخت صراخا يفزع الثقلين من إنس وجن. أخرج من الفخ المدبر أيها الرجل الرزين المطمئن. هتف الرزين المطمئن وقد رأى سرب الضباع أمامه، هتف الرزين المطمئن وقد رأى سرب الضباع أمامه: يا موطني، يا وردة علقتها في سترتي وسقيتها كالحلم من سجن إلى سجن، ومن منفن إلى منفن، ومن ذبح إلى ذبح على الآلام. هم يقتلون الحالمين وقبل ذلك يقتلون النوم والأحلام، هم يشنقون بلادنا وحبالهم نسجت من الأعلام. الحاكم المسعور يرفع عاليا أعلامه فوق المباني، كل مبنى فوقه علم الطغاة ملطخ بالزور والأوهام. في كل غرفة قنصل جدرانها حملت، جدرانها حملت وجوها للخيانة. ألف قصة مخلص مثلي سيق باسم قداسة الأوطان للإعدام. لا يستطيع الشعر رغم فداحة البلوى يصور ما جرى، لا ضرب لا تحقيق لا تدقيق لا تلفيق لا أسرار. قتل صفيق واضح مثل الخيانة في وجوه الحاكمين لأرضنا باسم السماء. هذه العيون المعدنية لا تفاوض، لا تحركها الدموع ولا دماء. هذه العيون المعدنية جهزت في ليلها ما صار. يستغرب الجبناء من عمق ابتسامته وعمق الزهد والإصرار. بدأت مراسم حفلة الشيطان صاخبة وموسيقى تصاحب حفنة الأشرار. كانت مفاجأة، فليس السيد المذبوح يبدو مثل من ذبحوه قبل بسائر الأمصار. دمه غريب، دمه غريب لا يسيل كما الدماء، وإنما تتفجر القطرات ثم تصير نقشا قرمزيا فوق كل جدار. غطت وجوه الشر في بروازها الذهبي باستكبار. قطعوا يدا فتفجرت منها دماء سطرت فوق الجدار. المجد للأحرار. يا حفلة الشيطان لا تجدي وسائلكم، فهيا لملموا أغراضكم هربا، ولا تنسوا إزالة سائر الآثار. كيس به رأس بأمر الحاكم المغوار، كيس يضم يدا ورجلا، والأصابع سوف ترسل للرياض. ونظفوا هذا الجدار وجهزوا الحمض المركز، حمض المركز، واشربوا الأنخاب باستهتار. سيظل إنسان رزين مطمئن ما له جسد ولا قبر، يهدد كل عرش فاسد بأصابع حازت إلى الأخيار. مهما فعلتم سوف يبقى كل صوت في حناجرنا يردد أنه في ذات يوم أرسلت بعض الأصابع للرياض لكي تقر بها عيون المستبد، ولم يكن يدري بأن أصابع الأحرار تخنق كل طاغية يخاف يواجه الأفكار.
فليكتب التاريخ منذ اليوم، فليكتب التاريخ منذ اليوم أن أصابع الكتاب تهزم سطوة المنشار. وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، كان هذا جانبا من حفل التأبين الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي من مدينة اسطنبول التركية، وكان ذلك قصيدة شعر من تأليف وإلقاء الشاعر المعروف عبد الرحمن يوسف. ما زلنا هناك في هذا الحفل، ونذهب الآن أو نعود الآن لكن مع زميلي حسام يحيى الذي سيجري حوار مع السيد ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية. فإلى حسام يحيى في اسطنبول. السلام عليكم. رحم الله شهيد الأمة جمال خاشقجي. أهلا بك أحمد. قبل إجراء هذا الحوار دعني أحدثك عن آخر تطورات اليوم. الرئيس أردوغان اليوم زخم قضية جمال خاشقجي، كان في أغلبه في مدينة باريس الفرنسية وليس في مدينة إسطنبول. الحوار الذي أجراه اليوم الرئيس أو أجراه صبيحة هذا اليوم الرئيس رجب طيب أردوغان مع الرئيس ترامب تطرق إلى قضية جمال خاشقجي، وكما نقلت مصادر صحفية للجزيرة من ضمن الصحفيين الذين استمعوا أو شاركوا في أسئلة الرئيس رجب طيب أردوغان خلال عودته في الطائرة، المصادر تتحدث أن اللقاء كان إيجابيا وأن قضية جمال خاشقجي كانت موجودة بحيز كبير في هذه المشاورات التي استمرت 45 دقيقة كما تقول المصادر الصحفية التي شاركت في الطائرة وكانت موجودة في الطائرة التي أعادت الرئيس رجب طيب أردوغان إلى العاصمة التركية أنقرة. أيضا أحمد، هناك نقطة أخرى تحدث عنها الكثير اليوم، أن هذا اللقاء يعول عليه الأتراك كثيرا، لأن هذا اللقاء الذي أجري اليوم أجري صبيحة هذا اليوم يعول عليه الأتراك كثيرا، لأن القرار الأمريكي بات قريبا، خاصة أن الرئيس ترامب كان قد تحدث منذ حوالي أو منذ عدة أيام بعد انتخابات التجديد النصفي أن القرار الأمريكي بات وشيكا، وأن حوالي 7 أيام تفصل الولايات المتحدة عن اتخاذ قرار أكثر قوة وأكثر حزما بشأن قضية جمال خاشقجي، ولذلك ربما هذا اللقاء هو الأول وأيضا الأخير قبل اتخاذ القرار الأمريكي الذي قال عنه الرئيس دونالد ترامب إنه سيصدر عن البيت الأبيض بالتشاور مع الكونغرس الذي هو بعد انتخابه بات ديمقراطيا أكثر، ولكن ربما ننتظر إذن قرار ربما أكثر قوة من القرارات التي قيلت خلال الأيام الماضية، سواء على لسان وزير الخارجية الأمريكي أو على لسان الصحف الأمريكية التي طالبت باتخاذ إجراءات واتخاذ قرارات بشأن قضية جمال خاشقجي. إذن هذا عن الزيارة التي كنا نتحدث عنها. الآن سنجري حوارا مع السيد ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية، وكذلك سنجري إذن حوارا مع السيد ياسين أقطاي. سيد ياسين أقطاي أهلا نعم سيد ياسين أقطاي أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. ربما ما الذي نستطيع أن نفهمه اليوم من دعوة خطيبة السيد جمال خاشقجي السيدة خديجة جنكيز إلى الصلاة، صلاة الغائب على روح السيد جمال خاشقجي؟ هل بالفعل فقدت السلطات التركية أي أمل في العثور على جثمان جمال خاشقجي؟ من نوع ما طبعا، يعني حتى نيت الآن منذ 40 يوم مضى 40 يوم من القتل جمال خاشقجي رحمه الله، وهذا واضح أنه قتل، يعني واعترف اعتراف بأنه قتل، ولكن لا توجد الجثة، وفي إشارات ومعطيات كثير بأنه الجثة يعني تخلصوا منها بشكل ما، وفي الرواية الأقوى هي بأنه يعني هذا تم بتذويب الجثة، وهذه الرواية طبعا يعني، ولكن الرواية أصبحت منتشرة وأصبحت شائعة، والناس الآن في يعني وظيفة، هذه من وظيفة ومن حق المقتول ومن حق الموت الموتى أن يصلى عليه، أن يؤدى كل الوظائف الإسلامية والوجائب الدينية، ويعني يستحق كل الناس أن يصلى عليه، هذه من فرض الإسلام يعني.
من فرز الزمان يصلى صلاة الجنازة صلاة ولو غائبة، يعني هذا ليس من عار جمال أو من عار أقارب الجمال، بل هو من عار من قتله، يعني فهذا ستكون لهم أكثر عار عليهم وتنبيه لهم لو فيها أي جثة فليجيبوها، يعني لا شك لا بأس لو تأتي الجثة نصلي عليها من جديد يعني، ولكن الآن لابد أن لا نؤخرها أكثر من ما هي، علينا أن نصلي عليها. إذن فالرواية الأكثر شيوعا وأكثر وضوحا الآن من الجانب التركي أن الجثة بالفعل تمت إذابتها كما تقول المصادر التي تحدث للجزيرة أول أمس، صحيح؟ يعني أنا لا أدري من أي مصادر تكلموا للجزيرة طبعا، ولكن أعلم بأن في هذه شايعة، يعني أشاعت بين الناس بأنه أذيب، لأن لا يوجد أي أثر من جثته، ولا يوجد أي إشارة بأنه أخرج من القنصلية أو ذهب بأي، لأن كل شيء تحت المراقبة في الكاميرات، كلهم شيء بعد، يعني لا أقول كل الناس يراقب كل ساعة كل دقيقة كل لحظة، ولكن عندما يأتي أي مثل هذا الأشياء يعني في كل الحوادث وكل الإجراءات يعني يمكن متابعتها من إلى السابق وإلى الماضي، ولا الآن حتى نهاية الآن لا يأتي أي مؤشر بأن جثته أخرجت من مسكن القنصلية ودفنت في أي مكان أو أرسلت ودت إلى أي مكان، بل الإشارات الغالبة أو الفكرة الغالبة الآن هي بأنه أذيب تخلص منها بهذه الطريقة. طيب، هناك مماطلة سعودية كما تحدث الرئيس رجب طيب أردوغان في خطابه قبل السفر إلى باريس، أيضا هناك مصادر تركية صحيفة صباح وصحف أخرى تحدثت أن الجانب السعودي أو ما يعرف بالفريق التحقيق السعودي الذي جاء بعد مقتل جمال خاشقجي جاء إلى هنا بغرض تزييف مسرح الجريمة وطمس الأدلة وطمس العينات. ما هو موقف حزب العدالة والتنمية وموقف الدولة التركية من هذه النقطة تحديدا، من الموقف السعودي على وجه الخصوص؟ طبعا هذا شيء غير مقبول وغير مسموح طبعا، يعني ما ارتكب في أراضي تركيا هذا شيء، هذه جريمة من الكبائر الجرائم، وتركيا لا تقبل ولن تقبل عن هذا ولن تسمح ولن تصمت طبعا. ليس بأننا نحن أعداء بعض الناس، من ارتكبها ولو كان أبونا ولو كان من أولادنا كنا نعاقب هذا. نحن في تركيا لا يسمح أي شيء، الجناية الجرائم لا يسمح لها، وعندما نحن نتحدث عن العدل لا نتحدث عن الانتقام، نحن لأن نحن من يرتكب هذه الجريمة هو يستحق المعاقبة ويستحق المحاكمة. طيب، هناك نقطة، ما هي الخطوات التي قد تتخذها الدولة التركية ما هي الخطوات التي قد تتخذها في حال إصرار الجانب السعودي على عدم المساعدة والمماطلة وعدم الأخذ بالاعتبار تحذير الرئيس التركي، هذا التحذير الواضح الذي كان حاضرا في خطابه الأخير؟ يعني سنعمل، تركيا ستعمل كل شيء ما يحتاج، إقامة العدل، يعني إقامة العدل مهما يحتاج، إقامة العدل تركيا ستقيم بها، وإن شاء الله يعني لا أحد يظن أن هذا ستخفى عليه وستطمس القضية وستبقى كأن مكسب لمن ربح لما عملها، لا هذه ليس رابحة. وما كما نرى الآن يعني حتى نهاية الآن ما نشهدها هو بأن من ارتكب هذه الجريمة الآن هو يعاقب ويراقب، ربما هم نادمين على ما فعلوا، يعني ربما أنا أعتقد 100% يعني هم نادمين على ما فعلوا، لأن مهما كانوا يخافوا منه الآن أتى إليه، لأن كانوا يخافوا من أفكاره، الآن أفكاره انتشروا أكثر مما كانوا معلوم، ما كان أحد يعرفه في تركيا. في تركيا كان له بيئة ضيقة جدا، يعني من جماعة الصحفيين والمثقفين ضيقة جدا كانوا يعرفوه، الآن تركيا كلها بدأت تعرف جمال وما كان مع أفكاره كله، والعالم كلها بدأت تعرفه، يعني هذه من عقوبات الأكبر لمن ارتكب هذه الجريمة. يعني
طيب هناك أيضا تحدث تركي الفيصل وهو رئيس المخابرات السعودية الأسبق، تحدث أن السعودية لن تسمح بعملية تحقيق دولي في قضية جمال خاشقجي، وأن القضاء السعودي هو قضاء شامخ ونزيه، ويعني لن يسمح لأحد بالتحقيق في هذه القضية من قبل التحقيقات الدولية أو القضاء الدولي. ما هو موقف الأتراك أيضا من هذه النقطة؟ يعني تركيا الآن الآن طبعا هي في الطاولة الخيار المحكمة الدولية، ولكن المحكمة الدولية تركيا الآن في مسيرة المحاكمة في تركيا ما زالت موجودة وهي في مسيرته، تواصل إلى النتيجة في أقرب الوقت. ولو تحتاج، أنا أعتقد ربما لن نحتاج، ولكن لو نحتاج نحن لا أحد يستطيع أن يمنع التدخل العلاقات الدول المحكمة الدولية أو أي محاكم دولية، أي مبادرة دولية تريد أن تتحمل هذه المسؤولية وهذه الإقامة العدل، لأن العدالة هي قيمة مشتركة مع الناس كلها مع العالم. فهو خيار موجود، هو اللجوء إلى محكم دولي وما إلى ذلك. الخيار دائما موجود طبعا، ولكن نحن نطلب من السلطات السعودية أن يقيموا بالعدل. العدل ليس لا يضر، العدل لا يضر ولو كان على أنفسنا، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم، يعني أقيموا العدل ولو كانت على أنفسكم، على أقربائكم، ولا على. هو الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هدد بنته بنيته فاطمة، سيدتنا فاطمة، قال له ولو أنت سرقتي والله أنا لقطعت إيديك، يعني لا يخاف أحد من العدل. يعني نحن نتمنى من السلطات السعودية، نحن هذا شيء معلوم، تلك 18 أشخاص لا يستطيعوا أن يعملوا أي شيء بنفسهم إلا بالإذن وبالأمر من فوقهم، ومن لا يحتاج الأمر من فوقه هو هذا المجرم. نحن نعلم في كل المستويات في المملكة السعودية لا أحد يحاول أن يقنعنا بأن هذا كانوا أشخاص عصابة مستقلة كانوا يعملوا بالنفس، لا هذا شيء ولو أي مستوى، يعني إلا المستوى الذي يقيم بهذا الاستقلال. يعني بهذا، من هو هذا الشخص؟ لا أريد أن أشير، يعني البحث هو السؤال مطروح، وهذا السؤال لابد أن يقدمه بشكل مقنع، بشكل مع الأدلة، بأن هذا من هم الذي قرروا هذه الارتكاب هذه الجريمة. إذن شكرا جزيلا لك سيد ياسين أقطاي، كنت معنا من إسطنبول. إذن نعود مرة أخرى إليك أحمد بعد هذا الحوار مع السيد ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الرئيس رجب طيب أردوغان. أشكرك شكرا جزيلا زميلي حسام يحيى، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من إسطنبول التركية، وتحديدا من داخل حفلة تأبين الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي. مشاهدينا الكرام، دعونا نكمل معكم المسائية، وفي سياق متصل يقوم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد حاليا بزيارة للسعودية وصفت بأنها مثيرة للجدل برفقة وفد إماراتي رفيع المستوى، وهي أول زيارة علنية لابن زايد للسعودية بعد مقتل خاشقجي حسب رواية وكالة الأنباء السعودية. فقد استقبل الملك سلمان الليلة الماضية ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في قصر العوجة بالدرعية قرب الرياض، حيث استعرض العلاقات الأخوية بين البلدين. وذكرت الوكالة أسماء الأمراء والشيوخ الذين حضروا اللقاء من الجانبين، فيما لوحظ غياب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن المشاركة في الاجتماع، ولا يعرف حتى الآن ما إذا كان محمد بن سلمان ومحمد بن زايد عقد لقاء آخر على انفراد أم لا. أما وكالة الأنباء الإماراتية فقد نقلت عن ابن زايد تأكيده أن الإمارات ستظل دائما في خندق واحد مع السعودية انطلاقا من وحدة الهدف والمصير. وفي السياق، كان ملفتا لكثيرين على منصات التواصل الاجتماعي لقطة وردت في فيديو لوكالة الأنباء الإماراتية يستعرض لقاء ولي عهد أبو ظبي بالعاهلة السعودية أمس. اللقطة الواردة في الفيديو والتي تداولها ناشطون بكثافة تظهر شاشة تلفزيونية تنقل بثا لبرنامج على قناة الإخبارية السعودية يعود توقيته لخمسة أيام ماضية على الأقل. البرنامج الوارد في اللقطة هو بعنوان الراصد، كما تداول ناشطون روابط له تظهر أن هذه الحلقة تحديدا بثت يوم الخامس من نوفمبر حسب تاريخ نشر الحلقة على تويتر ويوتيوب.
وينضم إلينا عبر سكايب من دبلن الناشطة السعودية عبد العزيز المؤيد. سيد عبد العزيز، أرحب بك معنا. ماذا عن زيارة محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي إلى السعودية بالأمس واستقباله من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز؟ طبعا القرار السعودي الواضح بإلصاق التهمة بال 18 متهم وإخراج محمد بن سلمان من الموضوع والإصرار على أن تكون المحاكمة في السعودية، هذا يعني أن السعودية قررت المواجهة والسعودية قررت أن فتضطر للتعامل مع المحور القديم مصر نتنياهو محمد بن زايد، يعني سيسي محمد بن زايد ونتنياهو والبحرين أيضا، يعني هم مع بعض من الأول، فهذا المتوقع، يعني هذا غير غريب أن يحدث. لو كان هناك تغيير في مكانة محمد بن سلمان أو موقع محمد بن سلمان ممكن أن لا نرى مثل هذه اللقاءات يعني، لكن بالوضع الحالي هي متوقعة وطبيعية، يعني لا استغراب. يعني أفهم منك عبد العزيز أن هذا اللقاء جاء لتأكيد هذا الحلف الذي تحدثت عنه، السعودية الإمارات وبالطبع البحرين ومصر، وأنه في سياق المواجهة، النظام السعودي بدأ في عملية مواجهة لما يتم اتهامه به من قتل الصحفي المغدور به جمال خاشقجي. طبعا ما ننسى نتنياهو، امس شفنا الصحفي السعودي دحامي يتكلم مع القناه الاسرائيليه من الرياض ويشكر نتنياهو على موقفه الداعم لمحمد بن سلمان، فلا ننسى نتنياهو من هذه المجموعه ايضا. نعم يبدو لي حتى في نشوه انتصار عندهم، يعني من بداية الأزمة هذول القوم مغيبين قليلا، يعني طريقة تعاملهم في القتل وطريقة تعاملهم مع المجتمع الدولي بعدها، اتصال محمد بن سلمان بكوشنر كما وصلت الرواية وأنه مستغرب من ردة الفعل، والآن نفس الشيء، هم يعيشون لحظة انتصار وهمية لأنه يحسون الموضوع انتهى خلاص وتبقى المحاكمة ويطالبوا المحاكمة تكون عندهم أنهم انتصروا. طيب. لكن السنة ما تحمله القادم من الأيام، يعني لكن اسمح لي عبد العزيز، ماذا عن غياب ولي العهد عن هذا اللقاء؟ على الأقل يعني ما رشح من صور وفيديوهات عن هذا اللقاء كان غير موجود محمد بن سلمان، لماذا من وجهة نظري؟ لا تعليق لدي، خاصة أنه قد يكون في لقاءات أخرى وفي اجتماعات أخرى، يعني لا أرى إشارة كبيرة، لا أرى أي إشارة من الرياض تقول أن محمد بن سلمان الآن، على الأقل إشارة موثوقة، توجد بعض الفيديوهات أو بعض الأخبار عن تحركات ولكن لا شيء موثوق إلى الآن. طيب يعني لا أستطيع أن أخذ هذه كإشارة. نعم، لكن اسمح لي أيضا، هناك إشارة أخرى لافتة لعل يعني بعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي ألمح إليها، هي فكرة أن اللقاء يبدو كان قبل حوالي 6 أيام تحديدا يوم 5 نوفمبر ولم يعلن عنه إلا بالأمس، وسواء من قبل وسائل الإعلام السعودية أو الإماراتية، يعني هل هذا أي دلالة عبد العزيز؟ يعني إن صدقت المعلومات فالجماعة يعني ليس غريب عليهم الكذب، لكن يكون قد يكون إذا صدقت المعلومات قد يكون أنه في فترة كان في توتر أو لا أعرف صراحة، لا أستطيع تحليل هذا الموضوع، لكن إن صدق التحليل هذا الكذب ليس غريب على هؤلاء القوم. يعني دعنا نعود لما قيل أيضا على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك جبهة معارضة ستدشن قريبا للمطالبة بأحمد الأمير أحمد بن عبد العزيز كيعني حاكم للسعودية وكملك لفترة انتقالية أولية للعهد، ما مدى صحة هذا الكلام؟ نعم أنا اطلعت على الخطاب ووقعت عليه، مجموعة من المعارضين الشرفاء مع مجموعة من الداخل يرون أن محمد بن سلمان يشكل مشكلة وأن الوطن سيعاني إن لم يتم حل هذا الموضوع، فهم يقترحون أن يكون أحمد بن عبد العزيز يتولى الملك في الفترة القادمة، أن يكون يقدم بتقديم ضمانات للشعب لفترة انتقالية لمدة سنة لحل هذه الأزمة، يكون خلالها بعض البنود مثل إطلاق السراح جميع السجناء، التعامل مع مشكلة البدون، التعامل مع مشكلة إخواننا في المنطقة الشرقية الشيعة والظلم الموجه لهم،
عدة مسائل يحتاجها الشعب بشكل عاجل لحل هذه المشكلة. النظام يتصور أنه بأن يفرج عن بعض المساكين الذين عليهم ديون، والنظام مسؤول بشكل أساسي عن وضعهم الصعب جدا، يتصور أنه يحل المشكلة، لكن المشكلة أكبر من ذلك. فالمعارضة مع بعض القوى من الداخل تعرض على النظام حل آخر، وهذا الحل يتمثل في أن يترك الملك سلمان وابنه المشهد للأمير أحمد بن عبد العزيز، على أن يكون الأمير أحمد بن عبد العزيز يقدم حل دستوري للمواطنين، وأن يكون هناك حوار شعبي شامل لجميع لجميع أطياف الشعب للخروج بصيغة مستقرة لهذا الوطن. لأن المشكلة ليست فقط مشكلة جمال ومشكلة محمد بن سلمان، مشكلة بنيوية في النظام. لكن عبد العزيز، قبل أن يتم تدشين هذه الجبهة من قبل ما وصفتهم بالمعارضين الشرفاء السعوديين، هل تم التواصل مع الأمير أحمد بن عبد العزيز وإطلاعه على هذا الأمر أم لا؟ طبعا الأخوان الكرام من أعدوا هذه المطالبة والوثيقة لا أتصور أن لهم تواصل مباشر مع الأمير أحمد بن عبد العزيز، هي دعوة لحل المشكلة واقتراح مقدم لتخرج الإدارة السياسية من الأزمة التي وقعت فيها. نعم، ابقى معي عبد العزيز. حسب علمي لم يتقدم الأمير أحمد، لم يطلب الأمير أحمد، يعني أنا هذا يمكن كان جزء من تحفظي، ولكن أنا مع الجماعة، وإن كان هذا حل الوطن فالوطن في أزمة لا بد أن يخرج حل، لكن حسب ما أعرفه لم يتقدم الأمير أحمد بن عبد العزيز، أو لم يبدي رغبة على أقل الشعب إلى الآن بأنه يريد أن يكون حاكما. طيب، الحقيقة هذه نقطة مهمة سأعود إليها مرة أخرى، لكن ابقى معي الآن عبد العزيز. سأعود إليك، وينضم مشاهدينا كما نرى على الشاشة التي على جواري على شاشة الجزيرة مباشر، هذا جانب من حفل تأبين الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مدينة اسطنبول التركية، دعا إليه ما يعرف بأصدقاء جمال خاشقجي، وكنا عرضنا منه جانبا كبيرا. استمرارا لهذه التغطية ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الدكتور كميل الساهري، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة السربون. دكتور كميل، أرحب بك معنا، وأبدأ من لقاء أردوغان وترامب على هامش مئوية الحرب توقف أو الحرب العالمية الأولى، هل تعتقد أن هذا اللقاء سيكون له تأثير ما أو ردة فعل ما في سياق قضية جمال خاشقجي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أم لا؟ أهلا وسهلا. نعم، الكل يعلم أن في يعني في إطار وفي هامش هذه النوع هذا النوع من التظاهرات يكون لقاءات مباشرة بين الزعماء في عديد من المناسبات، والمشكل الأساسي ليس هو إعطاء تفاصيل حول كيف اغتيل الصحفي جمال، ولكن ما ربما تركيا أو أردوغان بلسان أردوغان يمكن أن يحث الولايات المتحدة لأخذ موقف، لأن المخابرات الأمريكية والمخابرات الفرنسية والألمانية وربما والتركية بطبيعة الحال هي عندها تسجيل، ويقال أنها يعني وزعت وأرسلت هذا التسجيل، تسجيل يعني طريقة اغتيال الصحفي السعودي جمال إلى كل الدول الكبرى. ففي وهناك تناقضات كبيرة، وربما حتى تصرفات المخابرات السعودية الذين لم يعني يعرفون ويدركون أن هناك يعني كاميرات وهناك عديد من وسائل الكشف عن كل تحركات أي شخص كيفما كان في أي بلد وخصوصا في تركيا. ولكن المشكلة السياسية، هل الولايات المتحدة والرأي العام الأمريكي، هل والصحافة الأمريكية، هل ستفرض على السيد تروب أخذ عقوبات وأخذ بعض الإجراءات؟ لأن القناعة هي موجودة، ولكن كيف سيميل ميزان القوى من ناحية ضغوطات الرأي العام الأمريكي؟ وهل القضية ستستمر في التداول
من طرف الصحفيين والصحافة الأمريكية أم لا. في أوروبا وفرنسا، لنأخذ فرنسا وألمانيا وكل الدول الكبرى الأوروبية، الصحافة ما زالت يعني في كل يوم تنشر أخبار جديدة. هناك تعاطف الصحفيين الأوروبيين مع زميلهم الراحل المغتال. فالرأي العام الأمريكي، الرأي العام الأوروبي هو مستعد لأخذ إجراءات، ولكن إذا لم الولايات المتحدة لم تفرض ضغوطات على النظام السعودي فربما سيكون هناك يعني بعض ربح الوقت من طرف النظام السعودي، والأمل أن دكتور كمين تنسى من هنا إلى شهور. بدل البعض أن يعني على الأقل ماكرون غير راغب في أخذ خطوات جدية تجاه المملكة العربية السعودية فيما يخص مقتل جمال خاشقجي، ويقول نبتعد عن فكرة الأسلحة، الأمر خاص بالسعوديين وبالتحقيقات السعودية ويجب أن ننتظر إلى آخره. هل تعتقد أن ماكرون غير راغب تماما في مسألة فرض أي عقوبات على السعودية تؤثر على العلاقات السعودية الفرنسية، خصوصا فيما يخص الأسلحة وبعض الأمور الاقتصادية الأخرى أم لا؟ فرنسا ليست عندها مصالح كبيرة مع العربية، المملكة العربية السعودية، عكس الولايات المتحدة. حتى حجم المبادلات لا يعني يفوق 5 مليارات دولار، وألمانيا كذلك يعني في نفس الموقف. ولكن الأوروبيون في نظري في هذه القضية يعني ينتظرون رد فعل الولايات المتحدة، ليس للتبعية يعني بالنسبة للقوى العظمى الأمريكية، ولكن لكي لا يكونوا يعني ربما ضحية كذلك وكبش فداء وضحية لمناورات داخل هذه المنطقة، وهم يودون أن يكون هناك ربما موقف على الصعيد الأوروبي بأكمله، ومن ثم ربما يعني التصويت في إطار الأمم المتحدة وعلى عقوبات. فهذا هو الاتجاه الذي سيسلكه السيد ماكرون والسيدة ميركل، لأنهم لا يمكن أن يتخذوا قرارات أحادية بدون التنسيق مع الولايات المتحدة التي ترعى مصالح في هذه المنطقة، ونعرف أنها شكلت تحالف يعني واضح مع إسرائيل ومع المملكة السعودية ضد إيران، وهذا عكس الاتحاد الأوروبي الذي لا يود أن يعني يخرج من هذا الاتفاق النووي. فهذه مشاكل جيوسياسية وجيوستراتيجية معقدة، وسينتظر ربما فرنسا ستنتظر أن يكون هناك إعلان على تسجيلات على ربما يعني بعض الوقائع التي تدل على تورط واضح للمملكة العربية السعودية، بالرغم من أن هناك قناعة عند المخابرات الفرنسية على أشكرك. الاغتيال وقع في القنصلية ولا يمكن أن يقع بدون أن يكون هناك رعاية لرأس السلطة في الرياض. فلذلك هناك يعني ربما الانتظار أن يكون تصريحات واضحة وحجج بدون أي شك حول تورط القيادة السياسية في الرياض وفي هذه في إطار هذه العملية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور كميل ساري، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة سربون، كنت معي عبر الهاتف من باريس. مشاهدينا الكرام، القنصل السعودي محمد العتيبي شاهد هارب أو مشارك في الجريمة. في بداية الأمر ظهر منكرا ومكذبا واقعة مقتل خاشقجي، ومع تكشف الحقائق لاز بالفرار قبيل اعتراف بلاده بالجريمة. فلنتابع. تكذيب وإنكار ثم هروب واختفاء،
هكذا أنهى القنصل السعودي محمد بن إبراهيم العتيبي حياته الدبلوماسية الممتدة إلى نحو 20 عاما. فبعد إعلان السلطات التركية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في 2 أكتوبر الماضي، أكد العتيبي أن خاشقجي غادر القنصلية سليما معافى وفتح أبوابها أمام عدسات وكالة رويترز للأنباء. أحب أن أؤكد أن المواطن جمال غير موجود في القنصلية ولا في المملكة العربية السعودية، والقنصلية والسفارة تبذل جهود للبحث عنه، ونشعر حنا بقلق أزاء هذه القضية. إلا أنه مع توالي التحقيقات التي كشفت مقتل خاشقجي داخل القنصلية، ظهرت تسريبات تؤكد أن العتيبي قام بالعديد من الترتيبات داخل القنصلية ومع الموظفين بهدف تجهيز القنصلية لتكون مسرحاً لجريمة اغتيال خاشقجي. وفي أثناء تنفيذ الجريمة تشير التحقيقات إلى أن العتيبي طلب من فريق الاغتيال عدم تقطيع جثمان الضحية داخل مكتبه، إلا أنه تلقى تهديداً صريحاً بالقتل إن لم يلتزم الصمت. كل الصور التي التقطت للعتيبي قبل أن تتكشف كل هذه الحقائق تظهر الرجل قلقاً خائفاً مما هو قادم. لم ينتظر العتيبي القادم، فبادر من نفسه أو بأوامر عليا من المملكة إلى مغادرة تركيا عائداً إلى بلاده متحصناً بدبلوماسيته. التحقيقات المتوالية بعد ذلك كشفت أن مسرح الجريمة لم يقتصر على مقر عمل القنصل، بل امتد ليشمل بيته أيضا، حيث يؤكد الجانب التركي المشارك في التحقيقات أن عملية إذابة الجثمان المقطع تمت داخل بيت العتيبي باستخدام أحماض خاصة ثم التخلص منها في البئر الموجودة داخل بيت القنصل. مصير الدبلوماسي الهارب بات الآن مفتوحاً على جميع الاحتمالات، فإما أن تتم محاكمته باعتباره مشاركاً في الجريمة ولو بالتستر عليها، أو يتحول إلى شاهد عيان إن أتيحت له الفرصة للاعتراف بتفاصيل الجريمة ومن أمر بها، أو أن يتم التخلص منه أو إخفاؤه من قبل من دبر وأمر باغتيال خاشقجي. ويصبح السؤال، أين محمد العتيبي وأين موقعه من فكرة فريق الاغتيال للصحفي السعودي جمال خاشقجي؟ ينضم إلينا الآن عبر الأقمار الاصطناعية من اسطنبول سيد توران كشلكي رئيس بيت الإعلاميين العرب. أرحب بك سيد توران، وأبدأ بسؤال لعل البعض يعتب على تركيا، لماذا سمحت لمحمد العتيبي القنصل السعودي بمغادرة اسطنبول رغم أن يروه جزءا أصيلا في عملية اغتيال جمال خاشقجي؟ طبعا تركيا قبل أن تصل إلى هذه المعلومات، قبلها خرج القنصل السعودي، طبعا هذا سيكون أحد من السؤالات في الأيام القادمة، ولكن هو خرج قبل أن يكتشف كل ما الآن نتكلم عن الفريق الذي جاء لقتله، وهذا أحد من الأسباب نسونا، وهناك أسباب أخرى أيضا نسيت أن نقول. دعني أعود لطلب السيدة خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي من الجميع أو من جميع المسلمين أن يصلوا صلاة الغائب على روح جمال خاشقجي يوم الجمعة القادمة بشكل أو بآخر. هل تعتقد أن هذا الطلب يعني ببساطة شديدة أنه لا جثمان الآن، لا جثة لجمال خاشقجي، هذا الأمر انتهى وأغلق تماما؟ طبعا هذا الموضوع لن يغلق، لا أظن سيغلق ولا تنتهي في هذا الأمر، ولكننا نحن أيضا كبيت الإعلاميين العرب وأصدقاء جمال خاشقجي اليوم قبل قليل أعلننا أن يوم الجمعة القادمة سيكون هناك صلاة الغائب على جمال خاشقجي، وهذا ما نريده. حتى جنازة كنا نريد أن يكون جثته موجودة وحتى نقوم بصلاة الجنازة وما يليق بأستاذ جمال خاشقجي، ولكنه كل ما وحصلنا إليه كل نتائج الذي نصل إليها وأنه جسمان صعب جدا أن يوصل إليها. لأجل هذا نحن نطالب في أيام القادمة يوم الجمعة سيكون هناك صلاة الغائب في المسجد فاتح في إسطنبول،
وأيضا في كل المساجد في تركيا سيكون هناك خطبة عن جمال خاشقجي كذلك. تعتقد هل سيكون هناك حضور لمسؤولين أتراك في صلاة الغائب على روح جمال خاشقجي في مسجد الفاتح أم لا؟ طبعا نحن سيكون هناك مسؤولين وهناك بدنا أن نطالب أيضا كذلك كثير من الرؤساء العالم أن يشاركوا معنا في صلاة الغائب هنا، وكثير من الأحرار والمفكرين في العالم كلها دعوناهم وندعوهم أن يأتوا ويشاركوا في هذه الصلاة، لأن هذه الجنازة موضوع جمال خاشقجي لا ليس موضوع فقط للعرب والأتراك، للعالم كلها، للأحرار العالم كلها، رؤساء وشعبا والمفكرين كذلك. لذا ندعو كل الناس أن يأتوا يشاركوا في هذا حتى نريهم أننا ضد هذه الجريمة. ابقى معي سيد تران. سيد عبد العزيز، فيما يخص القنصل السعودي الذي غادر اسطنبول عائدا إلى الرياض، أين هو الآن؟ هل الرجل من ضمن 18 الذين يعني وجهت إليهم أصابع الاتهام في اغتيال خاشقجي أم لا؟ أم هو حر طليق يعني غير موقوف؟ طبعا هذا القنصل قصة كبداية أنه هو السعودية تحدثت عن 15 شخص أو 18 شخص، منهم 15 أتوا إلى تركيا. هذا القنصل هو موجود في السفارة. هنا نتساءل أو نلاحظ أن النظام السعودي الملكية المطلقة هذه تخرج أسوأ ما في البشر. فهذا رجل قد يكون رجل محترم وبعيد عن هذا النوع من الإجرام، ولكن عمله مع الحكومة السعودية في هذا الموقع اضطره لأن يصبح هكذا. الآن الحكومة السعودية أقالت سعود القحطاني وأقالت العسيري، وفي 15 في تركيا، فيبدو لي أنه 18 يكملهم هو الملحق العتيبي. يعني تعتقد أن الرجل موقوف ضمن 18؟ البعض يقول أن حتى عسيري والقحطاني غير موقوفين من قبل الأمن السعودي. هل هذا حقيقي أم لا؟ لا معلومات عندي. هو الأكيد أن بعد السعودية ما تحدثت عن 18 سعود القحطاني غرد كم مرة، فما أعرف إذا كان عنده في الإيقاف حقه في تويتر ولا هو لم يكن معتقل. ولكن لنكون صريحين، لن يعاملوا كما يعامل سلمان العودة مثلا. هذول منعمين مكرمين، لن يعني هم اتهامهم مجرد وسيلة لتخطي الضغط الدولي وليس إدانة لفعلهم. فالإدارة العليا ليس لديها مشكلة بما قام بها هؤلاء وفعلهم، هي تقوم بها عبر المحاكم، مثل ما قامت مع الشيخ نمر النمر، مثل ما تطالب بإعدام الشيخ سلمان العودة. فهذا هو ما تؤمن به الحكومة. فأنا لا أتصور أن البحث عن عقوبتهم ضمن النظام السعودي هو بحث مفيد. فبالتأكيد حتى لو السعودية قالت أن اعتقلتهم فسيكونوا في الريدز أو في مكان أفخم من الريدز. يعني ابقى معي عبد العزيز. سيد تران، أنتم منذ البداية بيت الإعراميين العرب تصدى لهذه القضية وللبحث عن جمال خاشقجي وحقيقة ما حدث له. بالنسبة لكم، ما القادم؟ ما الذي ستقومون به في سياق هذه القضية غير الدعوة لصلاة الغائب يوم الجمعة القادمة في الفاتح؟ طبعا نحن سنطالب بالعدالة لحتى يتحقق. طبعا الآن نتكلم عن عدد 18 ممن سيعاقبون في السعودية، هل يعاقب أم لا نعرف. ولكن هناك مما جاءوا فيما بعد 10 منهم للتنظيف لتزيل هذه الجسد، إذا لابد أن يعاقبوا أيضا. ولأجل هذا هناك أنا مما أظنه ليس عدد، لا يكون فقط 18، لو بدأوا أن يعاقبوا سيصل إلى 20 أو فوق 20 أسماء سيكون من ضمن هذا العمل. وأيضا من أمر بهذا أيضا، كلها لابد أن ندخل في هذا التواصل، هذه سنراها في أيام القادمة. ولكن نحن سنطالب للمحكمة الجنائية العالمية أن يتدخل في هذا الأمر، وأيضا كل المحاكم العالمية أن يتدخلوا في هذا الأمر، لأن هذا الأمر ليس الموضوع فقط تركيا أو العالم العربي، وهذا يهمه عالم كلها، وهذا الأمر مهم جدا. لذا هذا نطالب كل المحاكم العالمية تتدخل في هذا الأمر. سيد تران كشلجي، رئيس بيت الإعلاميين العرب، كنت معي. وهنا
تفضل أكمل هذه النقطة سريعا قبل أن أختم المقابلة سيد تورال. أخي كنا نعم أخي وطبعا سنبدأ بهذه المحاكمة، وأيضا سيكون عندنا في أيام القادمة كبيت الإعلاميين العرب جائزة العالمية باسم الجمال خاشقجي، وسيكون هناك أمور أخرى أيضا سنعلنها في أيام القادمة. شكرا جزيلا تورال كشرجي رئيس بيت الإعلاميين العرب، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من إسطنبول وتحديدا من مقر حفل تأبين الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي. أشكرك شكرا جزيلا، وعودة إليك عبد العزيز مرة أخرى، وعودة للجبهة جبهة المعارضة التي تحدثت عنها يعني، والتي تريد من أحمد بن عبد العزيز أن يتبوأ الأمر خلال الفترة القادمة كفترة حكم انتقالية. ما طبيعة هذه الجبهة عبد العزيز؟ هي يعني أنا لما أطلع بكامل الشخصيات الموقعة عليها على الوثيقة، تكلمت مع الأشخاص الذين يعدونها واطلعت على الوثيقة، رأيت فيها من العدل ما يناسب ضميري فوقعت عليها. حسب ما فهمت ستكون مجموعة من الحركات المعارضة ومجموعة من المعارضين الأفراد المستقلين، وأيضا مجموعات من الداخل لها اتصال مع هذه الشخصيات في قوات الأمن وجهات أخرى. يعني شخصيات من الداخل والخارج أم من الخارج فقط شخصيات معارضة؟ نعم، يوجد هناك شخصيات من الداخل لا علم عندي هل سيوقعون بأسمائهم أم سيشار لهم، لكن أعرف أنه هناك شخصيات من الداخل موافقة على هذه الوثيقة. عبد العزيز المؤيد المعارض السعودي كنت معي عبر سكايب من دبلن، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، المسائية مستمرة، بعد الفاصل يلتقيهم زميلي مجاهد شرارة وباقي فقرات المسائية، وفيها إدراج أسماء 164 متهما من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات. ابقوا معنا.